الجيرة الإرهابية الذي استهدف مفرق قرية بيجن في صعصع. نتابع هذه الصور الأولية التي وردتها حول هذا التفجير الإرهابي. إذن هذه الصور الأولية ترد إلى الإخبارية السورية حول التفجير الإرهابي الذي استهدف قرية بيجن في منطقة صعصع بريف دمشق. هذا التفجير الإرهابي أودى بحياة 5 مواطنين ارتقوا شهداء، أيضا سقط عدد من الجرحى، يقدر عددهم ب15 مواطنا، إصابة بعضهم خطيرة. هذا التفجير الإرهابي كان عبر سيارة مفخخة. هذه السيارة المفخخة فخخها الإرهابيون بكميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار، كما ذكرنا عند مفرق قرية بيتجن. هذا التفجير الإرهابي أيضا أدى إلى أضرار مادية كبيرة بممتلكات المواطنين وبعدد من السيارات. يقطعهم حطوه على الأرض وسووا. هل يوجد ضرر في